جودة بقى خلينا نروح للنادي الأهلي وهذه الفترة، وإن إحنا نشيل كيف نستطيع كجمهور بقى، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه عشان تقدر تشيل الضغط من على اللاعبين على الرغم من عندهم خبره كبيره وكل حاجه. هو اولا يا كابتن اسلام، يعني زي ما انا بقول اللعيبه دي محظوظه ومش محظوظه، ايوه مش مح يعني محظوظ، يعني لو قلنا عدم وجود الجمهور ممكن نقول محظوظه ان ما فيش ضغط زي ما حضرتك، يعني انت شوف كنت حضرتك بتلعب الاستاد متقفل، ده اسمه مش ضغط، ده ضغط الضغط. تخيل بقى ان هو بيروح برضو على الاقل، يعني الضغط مش جاي من الناس اللي حواليه، الضغط جاي من هو عايز يحصل على البطوله فقط لا غير. انما تخيل اللي بيلعب 90 دقيقه قدام جمهور كبير جدا، وحضرتك عارف الباص الغلط كان الجمهور بيعمل ايه؟ الزومه ايه؟ فاعتقد هو محظوظ ومش محظوظ، مش محظوظ ان هو ما قدرش، يعني في ممكن الجيل ده بالكامل باستثناء واحد او اثنين ثلاثة، هو لعيبه تقريبا سعد سمير ورامي ووليد تهيألي، بس برضه يعني ثلاث لعيبه من قايمه 25 او حاجه، هم ومش بقيسها على النادي الاهلي بس، كله جيل كامل في الكوره المصريه ما قدرش لسه ما لعبش قدام جمهور، الجمهور متوقف تقريبا من 2013 يا كابتن اسلام، داخلين في 9 سنين او كتير جدا، فاعتقد النقطه دي ممكن يستغلوها في صالحهم، ان كده كده مفيش ضغط جماهيري. الضغط الجماهيري انا عارف ان حضرتك تقصد موجود ضغط جماهيري على السوشيال ميديا، على بالظبط، سواء فيسبوك والكل بيتابع، والكل بيتابع، ولكن ازاي انا اقدر اشيل الضغط ده؟ العامل النفسي مهم جدا يا كابتن دلوقتي، اللي دخل برضو في حته التدريب، ان انا الفتره دي مش مطلوب مني انا كمدرب او كمدير فني، وطبعا مستر موسيماني وجهازه وجهازه على اعلى مستوى، واعتقد ان هو بيعملها كويس جدا، بدليل اخر مباراه، يعني اخر مباراه سيراميكا اعتقد من بعد الحصول على البطوله الافريقيه من احسن الماتشات اللي اتلعبت، ماتش سيراميكا، فده اكبر دليل، انا ده من وجهه نظري، فده اكبر دليل ان هو بيشتغل على العامل النفسي كويس جدا جدا، لان انا دلوقتي مش مطلوب مني زي مباراه الاهلي والزمالك لو تفتكر يا كابتن اسلام، كان المدرب ما بيتكلمناش قبليها كتير، ليه؟ احنا اوريدي عاملين حسابها، واوريدي كل واحد متحمل المسؤوليه في فتره كده قبل مباريات، زي الوضع اللي حاصل ده، والوضع ده ما بيتكررش كتير، وحضرتك عارف يا كابتن ان يبقى في منافسه لاخر 6 ماتشات. يعني من الاوقات النادره ان انت تلاقي فيها الاهلي والزمالك متساويين في النقاط، يعني دي حقيقه، يعني يمكن من فتره طويله، من فترات كبيره جدا، انت بتتكلم حضرتك نفس عدد مرات الفوز، نفس عدد مرات الهزيمه، نفس عدد مرات التعادل، طبعا المواجهات مباشره طبعا لصالح الاهلي، الاهداف لصالح الاهلي، ولكن انا بتكلم على عدد الفوز وعدد الهزيمه. لا اللائحه دي، لا دي قصه ثانيه، لان احنا بدانا الموسم باللائحه دي يا كابتن، الناس اللي بتتكلم في اللائحه دي وتقول مواجهات مباشره مش مواجهات مباشره، هنرجع تاني، انا اسف يعني يا كابتن اسلام، هنرجع تاني زي موضوع يمكن احنا عذرنا شويه ساعه موضوع نادي القرن، اما قالوا ما حدش بلغنا وبلغوا، لو حضرتك تفتكر لا بس الاتحاد الافريقي قفل الموضوع ده كذا مره. لا انا بتكلم يعني دلوقتي ما فيش يعني دلوقتي هتقول ايه؟ هتقول برضو ما حدش بلغنا؟ دي رايحه وموجوده وتمشي على الكل، يعني لو كنت عايز تعترض عليها كنت ممكن تعترض من 7 8 شهور، ما تجيش اما توصل الامور كده وتعترض. فاعتقد يعني حته الضغط العصبي اللي حضرتك اتكلمت عليها للعيبه بتيجي برضو، يعني في جلسات كتير جدا، مش كل حاجه التدريب اللي في الملعب يا كابتن اسلام، في قعدات مع لعيبه، وفي دي اهم دلوقتي يا جودة اعتقد، دي مهمه جدا جدا يا كابتن، زائد بقى حاجات فنيه بقى برضو، التدوير برضو شويه يا كابتن، عشان برضو الاجهاد والضغط العصبي ما بقاش انا كلاعب برضو 11 لعيب بس متحملين ان هم مطلوب منهم افريقيا ومطلوب منهم الدوري ومطلوب منهم الكاس وعايز اقول لهم يعني ده قدر جميع الاجيال، ده قدر جميع الاجيال، فاعتقد انتوا قدها وان شاء الله بتسطروا تاريخ كبير جدا، يعني الجيل ده برضو يمكن هيقرب شويه من الجيل برضو يا كابتن اسلام اللي حضرتك كنت فيه، فان شاء الله يعني ال6 ماتشات مش كتير، ولكن ما يعني اتمنى ان طبعا الجهاز الفني اكيد بيعمل كده، ان هي ما نقولش 6 ماتشات، احنا ناخد ماتش مباراه ماتش بماتش.